التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع هذه الانطلاقات ومنافسات أول أيام هذا المهرجان. شوطنا الثالث عشر مشاهدينا الكرام ينطلق قبل لحظات، نتابع هذه الانطلاقة وهذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. نبدأ هناك مع البداية والصدارة وأول المراكز الذيبة، راشد بن صالح بن سالم بن زمان المري هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع مشاهدين الكرام الناصرية هنا قادمة مع ثاني المراكز، بدر بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة يتواجد مع الناصرية هنا القادمة مع ثاني المراكز، بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات من الجزيرة، حمد بن ناصر بن محمد بن شابل هنا يصل مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع مشاهدينا الكرام غنايم تصل في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الكرام الصهيل سالم بن سعيد بن محمد بن قطامي هنا القادم مع رابع المراكز، وخامس الأسماء غنايم لسالم بن حزام بن خاتم العزان النعيمي هنا القادمة مع هذه اللحظات مع خامس المراكز، ولكن العودة إلى البداية وإلى الصدارة. أتابع هناك أتابع الانطلاق، أعود هناك مشاهدينا الكرام مع أول المراكز الذيبة، الذيبة هنا على الصدارة لراشد بن صالح بن سالم أبن زمات المري يقدم الذيبة، أبن زمات هنا مع البداية والصدارة، ولكن الجزيرة القادمة في هذه اللحظات حمد بن ناصر بن محمد بن شابل يتقدم هنا مع الجزيرة يغير على الصدارة، بينما أتابع الأسماء القادمة وصول من قذا تصل في هذه اللحظات، راشد بن محمد بن علي بن ديرة يتقدم مع أيضا قذا القادمة مع رابع وثالث المراكز ورابع الأسماء، تواجد من صهيل سالم بن سعيد بن محمد بن قطامي مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء هنا شودة عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري يقدم شعاره مع انطلاقة خامس المراكز، ولكن هناك أيضا غنايم تعود مع هذه اللحظات، سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، الله 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 إلى أسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع الجزيرة على البداية والصدارة، الله الجزيرة انطلقت مشاهدينا الكرام هنا مع لافتة ال 1500 متر الأخيرة، الجزيرة هنا بشعر حمد بن ناصر بن محمد بن شابل يتقدم هنا ينطلق بالبداية والصدارة، ولكن شوف القادمة وصلت قذا مع ثاني المراكز، راشد بن محمد بن علي بن محمد بن ديله القادم مع هذه اللحظات يقدم قذا مع ثاني المراكز، ولكن غنايم الله وصول وانطلاق هنا من شعار سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات يشكل الهجوم، ولكن شوف القادم هنا أتابع رابع المراكز مع ايضا هذه اللحظات، شوده عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت يتقدم مع رابع المراكز، ولكن العوده هناك مع البدايه والصداره والكيلومتر الاخير. افتتحنا ابواب مشاهدينا الكرام، الكيلو الاخير مع الجزيره مشاهدينا الكرام، الله يا بن شابل الله على هذا الاداء والانطلاق التلقائي هنا مع الجزيرة على الصدارة مشاهدين الكرام، بشعار حمد بن ناصر بن محمد بن شابل هنا ينطلق بالصدارة، حرك روح هناك مع هذه اللحظات وانطلاقة الجزيرة على الصدارة، ولكن قذا قادمة هنا مع ثاني المراكز راشد بن محمد بن علي بن ديرة، وهناك غنايم سالم بن عزام الخاتم العنزان النعيمي، ولكن الجزيرة غادرت الجميع، انطلقت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بأداء ممتاز
بأداء أيضا رائع مع هذه اللحظات. الله يا بشابل، الله على هذا الأداء وانطلاقة الجزيرة هنا مع اللحظات الأخيرة. الله غادرت الجميع، حصلت أيضا على هذا الناموس. الله الله يا بن هدوان، حمد بن ناصر بن هدوان يهدي أيضا، يهدي مالك الجزيرة هذا الانتصار وسلالة الفايز. الله اسمع على مسمى، مشكور يا بشابل على هذا الأداء الممتاز. بينما وصلت في ثاني المراكز كذا راشد بن محمد بن علي بن ديرة، ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من غنايب سالف بن حزام الخاتم آل حنزان النعيمي، رابع المراكز وصلت نوايا بخيت بن علي بن راشد بن مقارح، وخامس المراكز وصول ايضا من جبارة سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، وكانت الجزيرة حاضرة في هذا الشوط لتهدي ايضا بشابل هذا الناموس المستحق. متابعة من خلال الإعادة والتوقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. ومشكور يا بن هدوان، هنا نهني حمد بن ناصر بن محمد بن شابل على فوز الجزيرة وانتزاعها ناموس هذا الشوط. ثاني المراكز قذا ب6 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية، الثانية لراشد بن محمد بن علي بن محمد بن ديلة، بينما وصلت غنايم ب6 دقائق 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية، الثانية لسالم بن عزام بن خاتم آل عنزان النعيمي. تهانينا والناموس للجميع.